إن الحوار الائتماعي له أهمية لصالح الوطن والمواطنين، لأنه يرتكز على مجموعة من النقاط، وهذه المطالبة بملائمة الأذور والأثار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فنشأ على لسان الأستاذ عبد الرحيم الغلام ومراجعة الزيادة في الأذور وتخفيض الضريبة على الفقر وإصلاح طرائق التقاعد وتسوية رعية ونزاعات الشغل مع تفعيل دور الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات وتطبيق الإيجابي لمداولة الشغل والتأكيد على حق الإدراك. نعم، التأكيد على حق الإدراك بقوانين منطقية ومعقولة لصالح اليد العاملة، ومراجعة نظام الوظيفة العمومية وتقوية دور جهات تفتيش الشغل والعناية وتدعيم الوقاية والسلامة والصحة كما جاء على الأخ سي محمد إسماعيل في الشغل ومحاربة حوادث الشغل. نعم، محاربة حوادث الشغل دون أن ننسى مؤسسة الحوار الاجتماعي الجدي والمدمر. المستمعون الكرام، إن البروتوكول 30 أبريل 2022 المتعلق بدور الحوار الاجتماعي له دور فعال لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين المملكة المغربية إلى البلاد الصغرى المغربية إذا تم تفعيله. إذا تم تفعيله باسمكم جميعا وباسم الغالبين والمتغيبين وباسم الطبقة التالية، نتقدم بالشكر للمركزية الإنقاذية أكثر تمكينية بالمملكة المغربية المدافعة على اليد العاملة وعلى قوانين ومكتسبات العمال وموظفي الدولة، والتي من خلالها أداء الحوار الاجتماعي حققت حقوق ومكتسبات ملموسة لا يستهان بها. هل الإرادة السياسية تساهم بالفعل الإيجابي لإيجاد الحوار الاجتماعي؟ وختامه باسم أدعو ما أقول، سبحانك اللهم بلغنا ما نود واجعلنا دعوة لا تلد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد. آمين يا قائم يا رب العالمين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات محمد القاضي الإسماعيلي، وشكرا مواطن غيره. شكرا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكر المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية في الشخصية على سيدي عبد الرحيم الرمان.